التركيز على المزايا الاقتصادية في التصاميم الهندسية للبنايات الجاهزة كان محور المسابقة الوطنية للمهندسين المعماريين الشباب في الطبعة 12 لجائزة العربة الذهبية. الجائزة التي تأتي بالموازاة مع الصالون الدولي للبناء باتيماتيك. هذه المبادرة جيدة لإعطاء ثقة خاصة للمتخرجين الجدد لتمكنهم من البحث في الهندسة المعمارية، وكذلك إحساسهم بأنهم لهم دور في المجتمع بداية أو في أول خروج لهم إلى الميدان. الطبعة عرفت تتويج 3 مشاريع بعد تنافس 12 فكرة مبتكرة للبنايات الجاهزة تعتمد على المرونة والسهولة في التنفيذ وتجسد الارتباط الوثيق بين المعمار والتنمية الاقتصادية، وكذا تقديم حلول عملية على أرض الواقع. مشروع تاعي كان فيه ان سيستم موديلار une seule structure si je la duplique j'obtiens plusieurs fonctionnalités la fonction يعني اللي اثارت اعجاب الجوري هي sanitaire public. المسابقة مليحة بزاف، تعاوننا en tant que jeune architecte. Surtout هاد العام كي زادوا دخلوا فيها لي زارشيتكت سينيور، دونك اون ا بروفيتي من ليكسبيريونس تاعهم، عاونونا بزاف ولحقنا ميم لو ديتاي تاع لا كونستركسيون، درنا خدمه جديده علينا وتعلمنا منها بزاف. بيت متنقل، غرفه فندق متنقله، نضع المشروع على الارض على في غابه ما على شاطئ البحر او في وسط الصحراء ممكن، هذا هو الهدف. المسابقة عرفت في نسختها لهذا العام مشاركة أزيد من 500 فكرة مشروع معتمدة على عدة معايير منها تلك المتعلقة بالبيئة والطاقات المتجددة.